سيد المسيح استله وانجح واملك. قراءات النهارده كلها على موضوع القوه. شوف ربنا القوي. ومن اول كده لو اخذنا القرايات المزمور بتاع عشية يقول الذي يعلم يدي القتال وجعل ساعدي أقواسا من نحاس ومنطقني قوة في الحرب وعقلت الذين قاموا علي تحتي. بيعمل ايه؟ يعلم يدي القتال، جعل ساعدي يدي دي أقواس من نحاس، ومعروف النحاس ده معدن قوي جدا. منطقتني قوة في الحرب، وهو عمل ايه؟ عقلت اعدائي تحت رجلي. ده مزمور بتاع عشية. مزمور باكر يقول عجيب هو الله في قدسيه، اله اسرائيل يعطي قوة وعزا لشعبه، والصديقون يفرحون ويتهللون امام الله وتنعمون بالسرور. بولس الرسول في البولس يقول بيقول لأننا وإن كنا نسلك حسب الجسد فلسنا متجندين حسب الجسد، بل أسلحة جندياتنا ليست جسدية بل هي قوات الله تهدم الحصون وتهدم الآراء وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ونسبي كل فكر إلى طاعة المسيح، مستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. يبقى مسلحة جسدية أسلحتنا إيه؟ مش سامعين؟ كده سامعين؟ هات الميكروفون التاني. الكاثوليكون يقول فإذ قد تألم المسيح بالجسد عنا تسلحوا أنتم أيضا بهذا المثال، فإن من تألم بالجسد كف عن الخطية. في الإبراكسيس نشوف لما كان بولس عند الوالي سرجيوس بولس، و وحاول بار يشوع كان ساحر انه يفسد الوعي عن الايمان، فبولس امتلأ من الروح القدس وقال له ايها الممتلئ من كل غش وكل خبز يا ابن ابليس يا عدو كل بر، في الاخر يقول له ايه؟ تكون اعمى لتبصر الشمس الى حين. موضوع ان الانسان يبقى قوي ده مهم جدا. اولاد الله اقوياء، احنا نقول قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، قدوس الله. وربنا عايز يشوف اولاده كلهم اقوياء. حتى الكتاب يقول ايه؟ اللي يقل الضعيف بطل انا. الضعيف في ربنا يقول بطل انا. عشان كده موضوع ان احنا ربنا عايزنا نكون اقوياء. احنا حتى في حربنا ضد الشيطان لو الواحد حاسس بالضعف، في حاجة كده اسمها الحرب النفسية. ممكن اللي قدامي لو حسسني بضعفي انا انهزم وممكن اكون اقوى منه، بس هو نفسيا كده حسسني ان انا ضعيف، فالواحد يلاقي نفسه ايه؟ بيسلم قبل الحرب. عشان كده ساعات مثلا حد يكون في الاعتراف يقول انا عارف بعد ما هخرج منها هعمل نفس الخطيه تاني. ليه؟ انه حاسس بالضعف، حاسس بالضعف. احنا مش اقوياء من نفوسنا، احنا مصدر قوتنا هو ربنا.
مصدر قوتنا هو ربنا، وقال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. كل محاولتنا اللي احنا بنعملها من تلقاء نفوسنا فقط، من غير ما الواحد يلتجأ لربنا ويثبت فيه ويقول أما أنا فخير لي الالتصاق بالرب وأن أجعل على الرب اتكالي. لو أنا مش ملتصق بربنا، مهما أنا فاكر إن أنا قوي هلاقي نفسي بنهزم. وعشان كده هي بداية النصرة إحساسنا بالضعف بدايتها، وإحساسي إن أنا كل حاجة وكل شيء صالح هيكون جوايا مصدره الله تماما تماما. كل حاجة فينا كويسة مصدرها ربنا. عشان كده ربنا عايز أولاده إيه؟ أقوياء. يقول كده الذي يعلم يدي القتال جعل ساعدية أقواسا من نحاس. ربنا بيقوي ولاده، يقويهم، يخليهم فيهم الانتصار. القوة مش قوة جسدية، القوة مش قوة عضلات، لا، القوة قوة بربنا. ازاي الواحد يكون ايه؟ قوي بربنا. بولس الرسول يقول ايه؟ استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. يبقى اول حاجة لازم نبقى عارفين ان القوة مش قوة عضلات، القوة مش صوت عالي واخدع الناس واحس ان انا كده قوي. القوة مش ان انا افرض سلطاني على الناس بطريقة اكني انا قوي وبفرض السلطان، مش دي القوة. ده بالعكس، ممكن واحد يكون ليه مظهر القوة من بره لكن هو مغلوب من جوه بأشياء كثيرة، مغلوب ولكن من بره يظهر انه ليه مظهر القوة. ولكن اولاد الله اقوياء، بيدينا من قوته. شفنا قوة محبة ربنا، قوة محبته ان هو يموت على الصليب عنا، قوة محبة. يقول المحبة قوية كالموت، المحبة قوية كالموت. لما اشوف قوة محبة ربنا اكون انا فين من المحبة دي؟ انا لما اكون مع ربنا التصق بيه في صلاة، في صوم، في إنجيل، في قداس، في توبة واعتراف، في تناول، كل الحاجات دي أنا لما ألتصق بربنا هلاقي ربنا بيديني من قوته. فأول حاجة شفناها، أو مش أول حاجة، حاجات كتير شفناها قوة ربنا فيها، زي ما أقول لكم قوة المحبة. وعلشان كده قوة المحبة دي مهمة جدا في حياتنا. قوة المحبة دي اللي بتعمر بيوتنا، قوة المحبة دي اللي بتخلينا نقف قصاد ربنا فرحانين واحنا متمثلين بحبه. كان في قصة حصلت بالفعل زمان، يعني كان في احد الكراسي يعني اللي هي البطريركية كانت بطركة نايح، وكان في الزمن ده مفيش اتصالات قوي. فالمهم في بلاد قريبة كده، كل البلاد القريبة اتفقوا على بطرك معين يرسموه. معادة كانت في بلد بعيدة قوي، علشان يوصلوا لها يمكن ياخدوا ايه شهرين سفر ولا حاجة. على بال ما واحد يروح شهرين وعلى بال ما يرجع شهرين، الموضوع كان طويل قوي. وكان فيها جسليك او حاجه زي موتران او اعلى منه حاجه كده، فما ما راحوش يعني، وراحوا رسموا البطرك. فلما رسموا البطرك اعتقد رسموا اسم يوحنا. لما رسموا البطرك عرف الجسليك ده الرتبه دي يعني ان هم رسموا البطرك من غير ما ياخدوا رايه. فلهم انا خلاص انا مستقل عن الكنيسه، انتوا عملتوا حاجة خلاص انا بقيت اكني ايه لوحدي خلاص بالايه بالمطرانية بتاعتي. ازاي ما تاخدوش رأيه؟ هو كان اب كبير وكان اصول ياخده رأيه.
وده النظام المتبع يعني. فلما اترسم الأنبا يوحنا ده على ما أعتقد اسمه كده، مش متذكر قوي، وعرف بالإيه، بالمطران أو الرتبة دي اللي هو زعل، عمل إيه؟ في ليلة كده خرج وراح سافر وعند بزي الراهب مش كبطرك، وسافر عند المطران ده قال له انت مين؟ قال له انا جاي من المكان الفلاني. انت ايه؟ قال له انا ابنك. ما قالوش بان انا بطرك، هو شايفه راهب. فالمهم قعد يشتغل تحت ايدين مطران ده مدة، وكان مطيع لي جدا وكان محب جدا، لحد ما جه في وقت قال له انا عايز ارسمك اسقف. فقال له حللني يا سيدنا. لما رفض طب ايه الموضوع؟ قال له انا ابنك البترك فلان. قصة كانت تقريبا بعنوان في قبضة الحب. ساعتها خضع بكل الحب ده، قوة حب، زي الواحد يحب كده، قوة الحب، القوة اللي ربنا عايزنا فيها حاجات كتير، قوة الروح، الواحد ينتصر على الخطية، ينتصر على الخطية، الواحد ما يستعبدش العادة، ما يستعبدش الإدمان حاجة، ما بقاش مستعبد إن أنا لموبايل، ما بقاش مستعبد لأي حاجة ممكن تتسلط عليا، دي قوة، قوة إن أنا أقول أنا مش هعمل كده، قوة الروح، قوة إن أنا أرفض الخطية، أرفضها إزاي؟ دايماً أرجع جوايا أقول إيه؟ الذي يعلم يدي الكتال، الذي جعل ساعدية أقواساً من نحاسة، وهو اللي بينتصر بيا، هو بينتصر بيا، أنا طول الوقت لما احس ان هو مصدر قوتي ومصدر حياتي الاقي قوة ربنا تعمل فيا. لكن لما الواحد يحس في يوم يفرح بنفسه ويحس ان هو شاطر ويحس ان هو بطل حاجة معينة، يلاقي الآية بتقول له على طول ايه؟ قبل الكسر الكبرياء، قبل السقوط تشامخ الروح. ولاد ربنا الأقوياء عارفين إن هو مصدر كل قوتهم، واللي يفتكر إن هو قوي من ذاته هو أضعف واحد. قبل الكسر الكبرياء وقبل السكوت تشامخ الروح. القوة إن الواحد أضبط انفعالي، يجب علينا نحو الأقوياء أن نحتمل، يقول أضعاف اللي هي بمعنى ضعفات مش ضعف، أضعاف الضعفاء، القوي يحتمل ضعف الضعفاء، القوي يحس إن هو مش محتاج يثور لنفسه، لا، الضعيف دايما هو اللي يحب يقوم ويخبط ويعمل ويغلط، القوي مش كده، اللي يقوي ربنا مش بيحس إن اللي غلط فيا ده إن هو هزني، انا بحس ان انا لما احتمله بحب انا يعني بتمثل بربنا. عشان كده الاحتمال ده قوة احتمال. ازاي انا احتمل؟ لو حد قال كلمة، لو حد غلط في موقف احتمل، مش الاقي نفسي ان انا لا احتمل وان انا اقطع واعمل حاجات واتكلم، لا، ده ضعف، ضعف. عشان كده ان الواحد يكون يقدر يضبط نفسه، يقدر يتعامل لو حد غلط فيه، دي قوة، مش معنى ان انا ضعيف، بالعكس اللي يضبط نفسه. القوي يعرف يتحكم في لسانه، يعرف يتحكم، مش بعد ما يتكلم ويغلط ويقول لك انا ايه اللي قلته ده، انا معرفتش امسك نفسي، وبعدين يندم ايه اللي انا قلته. لا، القوي
يعرف يتحكم ويعرف يقول ايه ويقول ايه امتى ويقول ازاي. موضوع القوة ده موضوع كبير قوي. حياتنا كلها ربنا عايزنا ايه؟ مش عايزنا ضعفة، عايزنا اقوياء. هو قدوس الله، هو قدوس القوي، هو اللي مصدر ايه قوتنا. ربنا يدينا ان احنا نكون اقوياء بيه، حس ان احنا ما نستسلمش، ما نستسلمش. شوف مثلا واحد زي شمشون قوي كان قد ايه، لكن اتهزم قدام ايه؟ شهوة، قدام امرأة. يا ريت كلنا ربنا يدينا قوته ويدينا ان احنا نلتصق بيه، وهو مصدر كل قوة. ربنا يبارك حياتكم، لربنا المجد الدائم للأبد، امين.